السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن لعبة ترند ما قبل زمن الترند، اللعبة اللي علمت معظم الأجيال في مصر مسك دراع البلاي ستيشن. اتنين فوق اتنين تحت، شمال يمين شمال يمين، بص رفع. أعتقد انتوا عرفتوا احنا بنتكلم عن ايه. هنتكلم النهاردة عن لعبة وينينج 11 3، او المعروفة بالاسطورة اليابانية زي ما احنا كلنا كنا مسمينها في مصر. اللعبة دي صدرت في عن شركة كونامي في 2 اكتوبر 1998، ومن المفترض ان هي كانت بتريبريزنت معظم الفرق اللي كانت مشاركة في كاس العالم، او نقدر نقول ان هي اللعبة شبه الرسمية لكاس العالم فرنسا 98. ولكن مش دي النسخة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، احنا هنتكلم عن النسخة المعدلة اللي صدرت سنة 1999، وده كان فيها شوية تعديلات من تشكيلات الفرق بالاضافة لتحسين الجرافيك نسبيا واضافة الاعداد وزوايا التصوير وحاجات كتير مختلفة. يعني لو سنك من 30 ل 40 سنة شد كرسي وافتكر الذكريات وافتكر ايامك بعد الدروس وبعد المدرسة وفي المصيف ومصروفك اللي ضيعت منه كتير جدا على الاسطوانة دي. اما لو انت سنك اصغر من كده فشد نفس الكرسي برضو علشان تعالى تتفرج على الخناقة السنوية او الاختلاف السنوي بتاع كل مرة، هو فيفا افضل ولا بيس؟ تعال نشوف الحكاية ابتدت من هنا. يمكن اللعبة دي شخصيا انا من الالعاب اللي بعتز بها جدا، ويمكن معرفتي باللعبة دي كانت غريبة شوية. سنة حوالي تقريبا انا متذكر سنة 99، كنت زي اي شاب صغنون كده طلبت شرايط للاتاري الفاميلي من حد موجود برا مصر يجيبها لي وهو جاي، وبعدين اتفاجئت بجالي اسطوانتين شكلهم غريب، مش عارف دول بتوع ايه اصلا. ما كانش معروف البلاي ستيشن في وقتها قد كده في مصر. كانت اسطوانه اليابانيه، وكان على ما اتذكر معاها لعبه درايفر. ففضلت محتفظ بالاسطوانات دي ومتعانى في الدرج ومش عارف اعمل بيها ايه. وفعليا وعدت الايام، وفي يوم وانا كده كنت راجع من درس ورايح المحل اللي احنا بنلعب فيه سوبر نينتندو، لقيت المحل ده عمل ابجريد لنفسه وفي بلاي ستيشن 1 ومشغل الاسطوانه الغريبه اللي انا ما كنتش عارف دي بتاعت ايه اصلا. ومن هنا بقى كانت بدايتي الشخصيه مع اليابانيه او مع البلاي ستيشن 1 بشكل عام. المهم علشان ما اطولش عليكم، خلينا نستعرض مع بعض كده القائمه الرئيسيه للعبه. الاول زي ما احنا شايفين، خلينا نبتدي بالجيم اوبشنز. بسم الله ما شاء الله كلها باليابانية، بس كنا بنعرفها برضو. ده الاوبشن الاول، ده علشان تأدت في الاسماء بتاعة اللاعبين، مع انكم معظمها باليابانية بس تسوكي. يعني هنيجي للاوبشن تاني بعد كده. الاوبشن ده تقريبا عشان كنت بتقدر تأدت صور. الاوبشن ده طبعا مش فاهم ده ايه. ده الكنترولينج كونفيجريشن، الكنترول بتاع الدراع. والاوبشن الاخير ده بتاع الساوند افكت والميوزك والموزيا والريال كونديشن والاوديو، ستيريو ولا مونو، ريال كونديشن اون ولا اوف، شويه لعب في الصوت يعني. خلينا بقى نرجع تاني للقائمه الرئيسيه مره تانيه. خلينا كده، ده المود اللي هو الفريندلي. تقدر تلعب لوحدك، تلعب مع زميلك، تلعب انت وزميلك ضد الكمبيوتر، الكمبيوتر مع الكمبيوتر. زي ما احنا شايفين كده في المفترض في 40 فريق. فعليا اخر اربع فرق تحت خالص على اليمين دول ما كانوش موجودين اول ما بتشتري الاسطوانه، او اول ما بتبتدي اللعبه ما بقوش موجودين. خلينا نتكلم عنهم بعد شويه. الفرق الموجوده 32 فرقه اللي كانوا مشاركين فعليا في كاس العالم فرنسا 98، بالاضافه لسبع فرق صناع اللعبه ضافوهم، وهم كانوا استراليا كممثل للاوكيانوسي في الوقت ده، وسبع فرق اوروبيه ما شاركتش في كاس العالم، هي السويد والبرتغال واليونان وتركيا وايرلندا، وايرلندا الشماليه وويلز. طيب خلينا نتكلم عن اخر اربع فرق اللي احنا قلنا في البدايه ان احنا هنتكلم عنهم. العلم الاصفر ده علم منتخب نجوم العالم، وده كان اشهر لاعبته باتيستوتا ورونالدو وكارلوس وكافو اورتيجا وباتريك موبوما ومصطفى حجي.
العالم الازرق ده كان بيمثل عالم نجوم اوروبا زي مالديني وديفيدز واوين وسوكر وبرهوف واندري فلو. اما بقى العالم الاحمر ده كان عبارة، احنا كنا بنسميه فريق الاحلام لكن هو في الحقيقة كان اسمه اف سي ديفو. ده في بعض الاسماء اللامعة اللي كان تم اللي تم استبعادها خلال كاس العالم 98، فصناع اللعبة حبوا يلموا اللعيبة دي في فريق وسموه فريق الاحلام زي ما احنا كنا بنسميه. اشهر اللعيبة دي روماريو رودوندو وجوارديولا. اما بالنسبة للفريق الاخير ده فده منتخب رومانيا الذهبي، او بالمناسبة فريق الاحلام ده علشان تقدر ان انت تحصل عليه لازم تكسب مود الدوري على الهارد، مود كامل موسم كامل، يعني تلعب كل المباريات رايح جاي وعلى اصعب مستوى علشان تقدر تفتحه وتسايفه على الميموري كارد بتاعتك. اما بالنسبة للمنتخب الاخير ده وهو منتخب رومانيا الذهبي او جولد رومانيا، ده كان المفترض علشان تقدر تحصل عليه تكسب كاس العالم على اصعب مستوى برضو بمنتخب رومانيا في الاول. فريق رومانيا الذهبية ده ما يفرقش عن الفريق الاول كتير، والنظرية كلها ان في كاس العالم 98 منتخب رومانيا قرر احتفالا بالصعود للدور الثاني ان اللعيبة كلها تصبغ شعرها اصفر، من هنا جه اسم فريق رومانيا الذهبي، وما شافوش خير من ساعتها وخرجوا على طول مباشرة من كرواتيا على ما انا متذكر. اما بالنسبه لمنتخب نجوم العالم ومنتخب نجوم اوروبا دول بيجوا عن طريق الشفرة او التعويذ اللي انا قلتها في بدايه الفيديو، اللي هم سامين لفوق سامين لتحت شمال يمين شمال يمين بصه رفعه. عامه خلونا نرجع تاني نستعرض باقي القايمه. تاني حاجه كان المود بتاع الدوري، كنت تقدر تلعب لوحدك او مع زميلك او مع انت والكمبيوتر مع بعض. طبعا المستوى والماتش السيتنج السيزون هيبقى كامل ولا نص بس، وبتختار الفرق بتاعتك اللي تقدر تلعب معاك في الدوري او الفريق اللي انت هتختاره وبقيه الفرق اللي ممكن تلعب معاك في الدوري زي ما احنا شايفين مع بعض. لو رجعنا تاني عندي بعد كده الكاب مود. الكاب مود ده او نظام الكاس ده فيه اكتر من مود او فيه اكتر من اوبشنز. الاوبشن الاولاني المفترض ان ده فري تشويس، بتختار الفرق اللي انت عايزها، تقدر تلعب لغايه 32 لاعب، كل لاعب بفرقه وبتختار التشويس بتاعتك بشكل عام او بشكل حر مش متقيد بشيء زي ما احنا شايفين مع بعض، وبتقسم جروب زي كاس العالم بالظبط. الاوبشن التاني شبيه بالاوبشن الاولاني فيما عدا ان انت ممكن تخليه هو عبارة عن 16 فريق، وممكن تخليه عبارة عن كاس او دوري وبرضه فري تشويس، انت بتختار الفرق اللي هتلعب معاك زي ما احنا شايفين. ده اوبشن الدوري وده اوبشن الخروج المغلوب او نظام خروج المغلوب. الاوبشن الاختيار الثالث على المستوى الاوروبي المستوى الافريقي الامريكتين اسيا ما فيش اي اختلاف. بعد كده اول ستار ماتش. اول ستار ماتش ده انت بتختار تلعب ما بين منتخب العالم ومنتخب اوروبا فقط، زي ما احنا شايفين منتخب اوروبا بينضم نجوم من المانيا واسبانيا ورومانيا وانجلترا وفرنسا والدنمارك وايطاليا وهولندا والنرويج وكرواتيا ويوغوسلافيا، ومنتخب نجوم العالم بينضم لاعبين من المغرب والكاميرون والمكسيك والبرازيل وكولومبيا وتشيلي والارجنتين واوروغواي وكوريا واليابان وايران. بس لحد دلوقتي مش قادر افهم ليه مفيش لعيبه من نيجيريا مع ان كان ده يعتبر عصر ذهبي لنيجيريا. خلينا نرجع تاني نشوف البي كيك مود. بقى البي كيك مود او نظام ضربات الجزاء، خلينا كده هنختار نلعب ضربات جزاء بسرعة. نختار نيجيريا ضد منتخب نجوم اوروبا وهنبتدي نختار نشوف مين اللي هيبتدي يلعب ضربات الجزاء او القايمة. انا هنا هغير هجيب اول حد انوكاشي فينيدي، بعد كده ممكن هسيب اوكوشا زي ما هو واختار حد، ممكن اجيب بابا يارو هلعب الضربة التالتة، الضربة الاولى الضربة الرابعة ونسي. بعد كده عندي في القائمة برا رشيد ياكيني وكانو بابا نجيدة، خلينا نجرب نشوف. ماشي هيلعب اول ضربة، هوبا جوه الجول،
مايكل اول الضربة الاولى لمنتخب اوروبا. بوم برضو فيني هلعب الضربة التانية للمنتخب النيجيري. بوم سكر الضربة التانية للمنتخب الاوروبي برضو. اوكوشا هيلعب الضربة التالتة. جاي اوكوشا. شكرا اوكوشا والعرض شكري. بروفا يلعب الضربة التالتة. يا رب تضيح ما ضاعتش للأسف. بابا يارو الضربة الرابعة. كان بيتر شمايكل هيصد بقى بس الحمد لله جو. زيدان والضربة الرابعة برضو جو. الضربة الأول والضربة الأخيرة طلعت برة. اخسر تصديت بيتر شمايكل. شكرا. النتيجة خسارة نيجيريا من المنتخب الأوروبي زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الشاشة.